السلام عليكم شباب، راح نشرح اليوم يعني فيديوهات قصيرة. كل يوم أو يومين راح ننزل فيديو قصير سلسلة احتراف ببجي ستيم، شغلات ممكن تساعدك إنه تسهل عليك اللعب وتعطيك أفضلية يعني ضد خصمك. فأول فيديو اليوم راح يكون عن وضع السلاح بالخانة الأولى أو الثاني وإيش الفرق بيناتهم، وأنا متأكد كتير من الأشخاص ما بيعرفوا هالشيء. لكن قبل ما نبدأ بتمنى إذا بعد ما تستفيد من يعني شاهدت الفيديو واستفدت تحط لايك، وإذا أنت متابعني على الفيسبوك على الصفحة والتويتش راح تلقى الروابط بالوصف. اشترك بالقناة عشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات القادمة إن شاء الله، ولا تنسى تفعل الجرس. كل حال أغلبيتنا وقت اللي يطلع بالسيارة موتور أو أي شيء سيارة، فوقت اللي ينزل منه فراح يكون يعني اللاعب وقت اللي يمسك السلاح بإيده يفرق بين الخانة الأولى والثانية. فلاحظ معاي التأخير بين الخانة الأولى والثانية. بالأول راح نبدأ بالخانة الأولى، انتبه، شايف؟ يعني شو مو سريع كتير، يعني اشي بطيء شوي، لاحظ. أما إذا نحط السلاح على الخانة الثانية، شايف شلون الفرق؟ شايف؟ المرة الأخيرة بشكل سريع فورا يمسك السلاح، فهالشي راح يعطيك يعني وقت اسرع عشان فورا تطلع. مثلا انت بدك تنزل من المطور وتضرب على 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 الخصم هيك، اما اذا بدي بالخانه الاولى ما راح اقدر اسوي شيء، شايف؟ يتاخر شوي، فالتاخير ممكن يسبب مقتلك. ف الخانه الاولى هي مخصصه لرقم واحد، لرقم واحد، اما الخانة الثانية مخصصة لرقم اثنين. بس اذا انت شخص متعود على رقم واحد فما في اي مشكلة، يعني انت مثلا بدك تخلي وقت اللاعب ينزل من المطور يمسك السلاح بشكل اربع بشكل اسرع من خلال الخانة رقم واحد. فاللي لازم تغيره بالاعدادات الكيبورد، فهاي بريمير ويبن 1 تخليها رقم اثنين، وبريمير ويبن 2 تخليها رقم واحد. هيك اذا انت بحال كنت متعود انك تخلي الرقم واحد يعني دائما السلاح الاي ار او الرشاش، فممكن انك تخلي تقلب الرقمين مع بعض بهالشكل هذا. لكن اما اذا انت يعني متعود على الرقم اثنين فهالشي ممتاز. فهذا هو يا شباب الفيديو كيف انك يعني هالشي يعني راح يفيدك فورا يمسك السلاح بسرعه، مثل ما طلع مثل ما كنتم ملاحظين لاخر مره. نشيل السلاح، هاي على المرة الأخيرة. بس أنا هيك ماسك، إيش صار؟ المهم أنا ماسك هيك سلاح بدي أنزل، أنا حاطه على الخانة رقم واحد، انتبه. لا والله خوش جلتش هذا يا شباب. لا أتوقع إني ما مسوي ريلود، خلينا نجرب ريلود. ما في أي شيء، صارت الخانة رقم واحد أسرع شيء مع إني ما كنت لأني ما كنت مسوي ريلود. على كل حال أنت هيك، هاي بالخانة رقم واحد البطيئة. نزلت بطيء، بطيء جدا بطيء، اسرع هي، شايفين شلون؟ اذا انت متعود على رقم واحد وبدك تخليها اسرع مثل ما قلت لك اعدادات تخلي الرقم واحد اثنين والرقم اثنين تخلي واحد، يكون هيك امورك باللوز. هذا كان فيديو شباب، واستنوا الفيديو الجاي برضو راح يكون معلومه مفيده للاشخاص اللي ما بيعرفوا هالشيء. السلام عليكم.